السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا ودرس جديد من دروس الربح من CBA. معكم يوسف أحمد. في الدروس اللي فاتت عرفنا يعني إيه CBA، وعرفنا أهم مواقع CBA وهما CBA جريب و CBA ليد وموقع أدميتاد، وعرفنا كمان إزاي نسجل في المواقع دي، واللي لسه مسجلش فيهم هيلاقي روابط التسجيل موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. فيديو النهاردة هنشرح فيه طريقة اختيار عروض CBA بطريقة احترافية للمبتدئين. بس قبل ما نبدأ في درس النهاردة، ياريت لو لسه مشتركتش في القناة تشجعنا وتشترك في القناة دلوقتي، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بمجرد رفعها على القناة. درس النهاردة هنشرح فيه طريقة اختيار عروض CBA المناسبة، وده هيكون مخصص للمبتدئين في الربح من CBA. من أكتر الأسئلة اللي بنشوفها من المبتدئين في عالم الربح من CBA بتتمثل في النقط الآتية. أول حاجة بيقولك إيه هي أفضل عروض CBA، وإزاي أختار عروض CBA اللي نسبة نجاحها عالية جدا. فعلا موضوع اختيار عروض CBA موضوع في غاية الأهمية، لأن نجاحك كمسوق وتحقيق أرباحك بيعتمد على مدى توفيقك في اختيار العرض اللي هتسوق ليه، خصوصا لو كان كل 10 عروض مختلفة ممكن ما تلاقيش غير عرض أو 2 ناجحين ونسبة التحويل ليهم مرتفعة. عشان كده هنحط قدامنا عدة معايير وأساسيات لازم نراعيها ونحطها في اعتبارنا عشان نقدر نختار عروض CBA جيدة وتكون أكثر ربحا لينا. طيب إيه هي المعايير دي؟ المعايير اللي يجب مراعاتها لاختيار أفضل عروض CBA هم 5 معايير، هنقول عناوينهم الأول وبعد كده نشرح كل واحد فيهم باستفاضة وبالتطبيق العملي على عروض مواقع CBA. أول حاجة معاينة صفحة عرض CBA اللي انت ناوي تسوق ليه. تاني حاجة معرفة البيانات الخاصة بالعرض في الشركة اللي هتروج ليها. تالت نقطة العقلانية بين اختيار العروض حسب نسبة الربح منها وبين خصائص العرض نفسه. 4 مراعاة اختيار العرض المناسب في الوقت المناسب. 5 المقارنة لعرض واحد بين أكتر من شركة واختيار الشركة الأفضل. يلا نشرح بالتفصيل كل نقطة. أول نقطة تحطها في اعتبارك كمبتدئ هي صفحة عرض CBA اللي انت عايز تسوق ليه. يعني انت لما تيجي تختار عرض عشان تسوق ليه بشوف أهم حاجة فيه الصفحة اللي هرسل الزوار ليها، أو الصفحة اللي الزائر بيكمل الاستبيان أو بيدخل رقم تليفونه فيها، فبشوف عرض بيكون استكماله سهل للعميل، وتكون الصفحة اللي بيستكمل فيها العميل العرض ده تكون جاذبة للزائر. يعني باختصار يكون البيانات المطلوبة لإكمال العرض قليلة على قد ما أقدر، يعني يكون مطلوب رقم هاتف أو بريد إلكتروني مش أكتر. وطبعا تاخد بالك ما تختارش عرض يكون طالب فيه رقم الفيزا أو الكلام ده، لأن طبعا محدش هيوافق إنه يحط رقم الفيزا بتاعته، فلازم تختار العرض بعناية. تعالوا نشوف أمثلة للي بنقوله ده على موقع CBA جريب، وهنشتغل دلوقتي على موقع CBA جريب وبالأخص دولة مصر. أنا هشوف العروض المتوفرة في مصر دلوقتي وهشوف إزاي أختار منها عرض كويس. عندي مثلا عدة عروض هنا، بدء تشغيل تهجنة النحل، وفي لعبة فورتنايت، وفي برنامج ماسح بصمات الأصابع. فأنا هشوف عرض ماسح البصمات الجديدة دي ونشوفه ايه ظروف الصفحة اللي بتفتح للعميل. فانا هضغط على البرنامج ده او العرض ده وافتح العرض واشوفه بيظهر ازاي. زي ما انتوا شايفين دي الصفحة اللي الزائر بيشوفها. المطلوب حاجة واحدة هنا وهي رقم التليفون. اظن الصفحة جاذبة جدا للمشاهد، فهنا الصفحة مش مطلوب فيها بيانات كتير، هو مش طالب بس غير رقم التليفون، وبعد كده تضغط على اشتراك الآن. تعالوا نشوف برضو عرض تاني في مصر زي عرض بدء تشغيل تهجنة النحل، ونشوف صفحة العرض للزائر بيكون شكلها ايه. فانا هنا اخترت العرض ده وهضغط عليه. زي ما انت شايف
بمجرد ما يفتح لي الصفحة اللي الزائر المفروض يدخل عليها بتبقى عاملة ازاي. هنا الصفحة فيها داتا كتير جدا ومعلومات كتيرة جدا وممكن تلخبط الزائر، ودي حاجة تخلي الزائر ما يفضلش في الصفحة بتاعتك لو للحظة واحدة ويخرج، وطبعا مش هيكمل العرض وبالتالي انت مش هتربح. يعني شايفين الصفحة هنا عاملة ازاي، فيها داتا كتير وعجن كتير قوي قوي، الزائر نفسه مش هيبقى عارف هو هيعمل ايه. انما هنا في صفحة العرض ده الصفحة جاذبة جدا وشكلها كويس وعارف هو عايز ايه، رقم تليفون ويضغط اشتراك ومش اكتر من كده. تاني نقطة لازم تاخد بالك منها وانت بتختار عروض السي بي اي، وهي الاهتمام بمعرفة البيانات الخاصة بالعرض في الشركة نفسها. يعني ايه؟ يعني تعرف طرق الحصول على الزوار المسموح بيها والغير مسموح بيها للعرض ده. يعني الاهتمام بالترافيك سورس، عشان انت لو خالفت الترافيك سورسز دي اكيد المعلن مش هيديلك ارباحك حتى لو تم استكمال العرض. يعني ايه؟ يعني هنا في الترافيك سورس الخاصة ببرنامج بانجود على موقع ادميتال، هنا مسموح ليك انك تروج للعرض ده على قناة اليوتيوب. هنا بيقول لك يوتيوب تشانل اللود، يعني تقدر تروج ليها على اليوتيوب. تعالوا بقى بالمقارنة ببرنامج تاني على برضو موقع ادميتال، وهو برنامج انديان جيتس بورتر. هنا بيقول لك في اليوتيوب تشانل فوربيدن، يعني انت لما تيجي تروج ليها على اليوتيوب تشانل ده محظور او محرم بالبلدي كده. فلو الزوار جم على الموقع ده او العرض ده عن طريق اليوتيوب فانت مش هتربح اي حاجة، وعلى العكس برنامج البانجود لو سوقت ليها على اليوتيوب هتقدر تربح عن طريق الروابط اللي هيضغطوا عليها. فطبعا لازم تاخد بالك من الداتا الخاصة بكل برنامج او كل عرض انت بتسوق ليه، عشان تعرف هتسوق ازاي وتروج البرنامج بطريقة صحيحة عشان تقدر تربح وتعمل زيادة في معدل ارباحك. تالت نقطة لازم تاخد بالك منها وانت بتختار العروض، وهي انك ما تحطش همك الاساسي انك لازم تختار عرض قيمة الربح من وراه عالية جدا. يعني ايه؟ يعني هنا في عدة عروض فيها من اول 20 سنت لحد 20 دولار، زي ما احنا شايفين هنا 16 دولار، هنا 16 دولار، هنا 19 دولار. فبانك ببساطة ممكن تختار عرض قيمة البي او بتاعته عالية جدا زي العرض ده، وده خاص بفرنسا، فانت ازاي هتروج ليه؟ خصوصا لو طالب منك الكريدت كارد او الفيزا. يعني انت لو اخترت عرض زي ده وطالب من الزائر انه يدخل رقم الفيزا بتاعته، فبالتأكيد استحالة حد يسجل لك رقم الفيزا بتاعته وبالتالي انت مش هتربح. فكونك اخترت عرض البي اوت بتاعه عالي ده مش معنى ان انت هتربح عن طريقه مبلغ كبير، بالعكس انت ممكن تختار العرض ده وتبدأ تروج ليه وفعلا مش هتربح اي حاجة عن طريقه. وممكن تختار عرض تاني البي اوت بتاعه قليل مثلا 2 دولار بس طالب بريد الكتروني زي العرض ده، فسهل انك تروج ليه وانك تقدر تحقق ارباح عالية عن طريقه. اظن الموضوع سهل. برضو في نقطة تانية في الحتة دي، ان انا ممكن اختار دولة زي لوكسمبورغ ودي بتربح عن طريق العرض ده 16 دولار وبرضو تاخده على اساس البي اوت بتاعه عالي، فتيجي تروج للدولة دي ما تعرفش عدد السكان فيها قليل، عدد المستخدمين فيها قليل، الطلب على خدمات الاونلاين قليلة. وعلى العكس ممكن تختار عرض تاني خاص بامريكا والبي اوت بتاعه قليل، بس امريكا او الزوار اللي بيجوا من امريكا عددهم كبير جدا وليها الف طريقة انك تسوق العرض ده لدولة امريكا، فبالتالي معدل الربح بتاعك هيبقى عالي جدا. رابع نقطة تاخد بالك منها وانت بتختار العروض، وهي انك تختار العرض المناسب في الوقت المناسب. يعني ايه؟ يعني مثال بسيط، ان دلوقتي اشهر لعبتين في الالعاب الالكترونية على الساحة دلوقتي هما لعبتين، لعبة فورتنايت ولعبة الببجي. فلو هتختار تروج لعروض او برامج خاصة بالالعاب لازم تشوف عرض متاح للعبتين دول بس، وليكن تختار لعبة فورتنايت اللي احنا شايفينها دي وتبدأ تروج ليها، فما يكونش معظم المستخدمين بيدوروا على لعبة فورتنايت او لعبة بابجي وحضرتك تروح تروج للعبة المزرعة السعيدة، فأكيد الترافيك عليها هيبقى قليل جدا ونسبة ارباحك تبقى قليلة جدا بل تكون منعدمة.
خامس نقطة لازم تاخد بالك منها وانت بتختار العرض، انك تعمل مقارنة بين اداء كل عرض ومدى الربح من العرض ده لو متوفر على اكتر من شركة من شركات السي بي اي. يعني ايه؟ يعني بقارن الشركات وبعضها على نفس العرض واشوف مين اللي هيدفع اكتر، وابدأ اروج للعرض على الشركة المخصصة دي. وطبعا في موقع احنا بنستخدمه للكلام ده، موقع اسمه اوفر فولت، هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف برضو. كل اللي بعمله ان بكتب في السيرش بتاعه هنا اسم اللعبة او اسم البرنامج اللي انا بدور عليه، واضغط على سيرش ويبدأ يعرض لي الشركات اللي بتعرض اللعبة دي ومعدل الربح منها. زي ما احنا شايفين موقع زي البير فلاي بيدي هنا 1 دولار، وموقع زي ادميتاد هنا بيدي 16 من 100 يورو، او 2 من 10 يورو، او ما يعادل 30 سنت. وبرضو بالمقارنة اروح للعبة فورتي نايت على موقع سي بي اي جريد، بيجي هنا يدي لك 18 سنت مقابل استكمال العرض. وبرضو نروح لموقع سي بي اي ليد، واللي بيذكر لك هنا وبيقول لك عرض السي بي اي ليد الخاص بفورتنايت بيتراوح من $1.87 و$8.33 على حسب العرض نفسه او بيطلب ايه من الزائر اللي بيقدم او اللي بيضغط على العرض ده. فبالمقارنة بين البي اوت الخاص بكل موقع على نفس البرنامج اللي انت بتسوق ليه، فبتبدأ تحدد مين الموقع اللي اسوق ليه عليه العرض ده. فالافضل طبعا هنا ان اسوق لعرض لعبة فورتنايت على موقع سي بي اي ليد. زي ما احنا شايفين هنا بتبدأ تربح من $1.87 لحد $8.33. كده احنا خلصنا كل المعايير والنقط اللي على اساسها بختار عرض ناجح ويكون مؤشرات الربح بتاعته تكون عالية. طبعا لازم تاخد في اعتبارك كل المعايير دي مع بعضها وتطبقها على العرض نفسه اللي انت عايز تسوق ليه، وبعد كده تشوف العرض ده مناسب ليك ومرضي ليك انك تسوق له وتحقق ارباح من ترويجه او لا. بكده نكون خلصنا درس النهاردة، وياريت لو عجبكم الفيديو تعمل اعجاب للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناة ياريت تشجعنا دلوقتي وتعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة هنا. انتظرونا في فيديو جديد والى اللقاء.